أجواء مستقرة بشكل عام خلال الأيام القليلة القادمة وانقلاب جذري على الحرارات في شمال المملكة خلال أو اعتبارا من يوم الأربعاء. التفاصيل بعد قليل. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية، ونرحب بكم من جديد في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. نهار اليوم صارت أجواء مستقرة بشكل عام، درجة الحرارة كانت حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام في عموم مناطق المملكة. يتوقع أن تستمر هذه الأجواء حتى يوم الأربعاء، على أن تبدأ درجة الحرارة بالانخفاض في المنطقة الشمالية مع اقتراب لكتلة هوائية باردة من شمال الجزيرة العربية، تعمل انخفاضات حادة على درجات الحرارة اعتبارا من مساء يوم الأربعاء، وتزداد هذه الانخفاضات اعتبارا من يوم الخميس. تفاصيل أكثر نستعرضها بهذه الخرائط لتوزيع درجات الحرارة المتوقعة من نهار اليوم الأحد وحتى يوم الأربعاء. يوم الأحد تبقى المنطقة أجزاء من المنطقة الشمالية وعموم المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى تحت تأثير هذه الكتلة الهوائية ذات درجات الحرارة الأقل من المعتاد. درجات الحرارة في هذه المناطق تكون أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام بما فيها العاصمة الرياض، في حين تكون درجات الحرارة حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام في باقي المناطق. يوم الاثنين لا تغيير على الحالة الجوية، تستمر تأثيرات هذه الكتلة الهوائية في المنطقة الشرقية حيث تكون درجة الحرارة أو تستمر درجة الحرارة أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، فيما تكون حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام في عموم المناطق. يوم الثلاثاء أيضا تستمر أو لا تغيير على الحالة الجوية، القسم الشرقي من المملكة العربية السعودية تحت تأثير هذه الكتلة الهوائية ودرجات الحرارة الأقل من المعتاد، في حين القسم الغربي من المملكة العربية السعودية تكون الأجواء مستقرة، درجات الحرارة حول إلى أعلى بقليل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. لكن اعتبارا من يوم الأربعاء تقترب هذه الكتل الهوائية الباردة نحو شمال المملكة قادمة من شرق البحر الأبيض المتوسط عبر منطقة بلاد الشام، ستعمل انخفاضات متتالية على درجات الحرارة تكون بشكل ملموس اعتبارا من يوم الخميس. تترافق هذه الانخفاضات على درجات الحرارة مع نشاط في سرعة الرياح المثيرة للأتربة والغبار في عموم المنطقة الشمالية من السعودية. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تسود الأجواء الصافية بشكل عام، 14 درجة مئوية كحرارة مقاسة، المحسوسة 12، الرطوبة منخفضة والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة، يوم الاثنين 26 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 14، نفس الأجواء والحرارة المتوقعة يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث تستمر الأجواء مستقرة ودرجات الحرارة حول إلى أقل بقليل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام. الأحوال الجوية المتوقعة للمدن السعودية ليوم الاثنين نبدأها من المنطقة الشمالية، تبوك 30 إلى 12، سكاكا 27 إلى 13، وعرعر 26 إلى 13 مع تفرق لبعض الغيوم. بالنسبة للمنطقة الغربية المدينة المنورة 32 إلى 18، جدة 33 إلى 25، مكة المكرمة 37 إلى 23، والطائف 27 إلى 15 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية أجواء صافية بشكل عام، الباحة 22 إلى 12، أبها 24 إلى 8، وجازان 33 إلى 26 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام 27 إلى 16، حفر الباطن 27 إلى 12، والإحساء 27 إلى 14 درجة مئوية. حائل أجواء صافية مع 25 إلى 10، بريدة 26 إلى 14، وأخيرا العاصمة الرياض 26 إلى 14 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.